مش عايزه حد يتخض وبليز مش قراري طبعا عشان تنطبق على كل الناس، بس يعني انا هقول اللي انا شايفاه وخلاص. يعني انت عايز ايه يا تور؟ انت بتدور لحاله انتصار، حاله نجاح. انت زي ما تقول محطوط في امتحان، او العلاقه محطوطه في امتحان، وعايز تنجح العلاقه دي، تعدي من هذا الامتحان. واضح ان انتوا بتعدوا الامتحان. نفسك تخرج من الامتحان ده منتصر ورافع راسك. ايا كانت بقى المشكله، هل هو اختلاف وجهات نظر، هل هي مشكله خيانه، هل هي مشكله ثقه، هل هي مشكله ماده، ايا كانت المشكله انت عايز تخرج منها منتصر. انت عايز تكون اقوى وصاحب قرار في العلاقه. انت مش حاسس ان انت صاحب قرار قوي. في حاجه بقى انا عايزه اقولها لك، انه في شخص جنبك يا تور بينصحك نصايح مش مظبوطه. اوكي، انا بالنسبه لي هذا الكائن، هذا البرص اللي قاعد جنبك ده، شخص قريب منك جدا، ومش شرط على فكره يكون قاصد اذيتك. ممكن يكون هو عالمه كده، هو دي طريقه تفكيره، وهو بيعالج الامور كده، فيشور عليك بده فتغرق الدنيا اكتر. في حد بينصحك نصايح مش صح يا برج الثور. مش عايزه افرض سوء نيه ان هو يكون قاصد اذيتك، خلينا نقول هو ده وجهة نظره، بس وجهة النظر دي لا تنطبق على الموقف اللي انت فيه، فأرجوك ما تسمعش للشخص ده. شايف شريكك ازاي؟ شايفه فارس. فارس بالنسبة للبنت معروف هو ايه الفارس، الشخص اللي كانت بتتمنى طول حياتها. نفس المعنى ينطبق على الراجل، ان هو شايفها طلعاله الفارس، معناه ان هي برضو فتاة احلامه، هي دي الشخص اللي كان بيتمناه. يعني في ايه؟ الطاقة ما بينكم فيها عناد يا تور، فيها عناد. كلامي ولا كلامك؟ أنا ولا أنت؟ دماغي ولا دماغك؟ فيها عناد، فيها عناد واضح. شريكك متكتف يا تور، متكتف، مش عارف يعمل، مش عارف يتحرك. أنت زنقه، أنت زنقه زنقة جامدة جدا، شكلك ميبس دماغك ومعاند معاه عناد. يعني معرفش، هو مأذي على فكرة، شريكك مأذي. بص، لو انت حاسس بجرح او حاسس ان انت زعلان، بص هو حالته عاملة ازاي. هو نفسه يخرج من الحالة اللي هو فيها دي، انت حطه تحت بريشر وضغط عصبي جامد. لو ده حقيقي بليز خف عليه شوية. شايفك ازاي؟ خليني بقى اقول لكم بقى الموضوع ده. شايفك بتتصرف من غير ارادتك، دي مش ارادتك، ده مش انت، مش انت اللي بتعمل ده. نو. ده في مشورة بتتقالك وانت بتسمعها، وهي اللي ماشيك كده، مش انت اللي ماشي، متصار، شايفين، متربط بسلاسل، حاجة هي اللي بتمشيك، وانت فاكر انك انت مجبر تعمل ده لانك مربوط. بس لو ركزتوا في الصورة، بصوا السلاسل مفكوكة. يعني انت حر على فكرة، هتعمل اللي انت عايزه، انت اللي رابط نفسك، وانت اللي جارر نفسك وراء الاراء دي. فبليز اعتمد على نفسك، وحاول يعني to save your partner، انقذه من الحالة اللي هو فيها دي، أرجوك. لو انت فعلا عايز توصل للانتصار والنجاح اللي في العلاقة ده، زي ما انت عايز، زي ما قلت لكم الطاقة فيها عناد، خلوا بالكم. والعند ده أوحش حاجة في العلاقة. لو الطاقة بقى فيها عند، يعني ايه؟ بتعلوا على بعض، هو يعمل حاجة وانت تعلي عليه، تروح هي معلية عليك، راح هو معلي عليها، ده كده، دي ده رايحين في مصيبه سودا. طيب ايه اللي بيحصل؟ بصوا بقى، طلع لكم ايه؟ طلع لكم البورس هنا، وطلع لكم عقرب هنا. هنا الحاله المزاجيه او الحاله العامه في العلاقه فيها هدوء نسبي، بس ما هوش هدوء يعني اللي هو خلاص المشكله اتحلت، لا، المشكله لسه قائمه، بس زي ما تقولوا ايه، واخدين هدنه، عاملين هدنه، كل واحد في حاله، كل واحد مع نفسه، واما نشوف في الدنيا هيحصل فيها ايه. وده كويس جدا، ده كويس، مش وحش خالص، بس خلوا بالكم في حد مستني لحظه معينه علشان ينقض، عشان يزرع سم تاني. فيعني انتبهوا، خلوا بالكم كويس قوي من الناس بالذات القريبين منكم. في صبر وتضحيه من الناحيتين،
الطرفين يعني لو شريكك الصراحة بالحالة اللي هو فيها دي وكمان هيضحي الصراحة يعني يا تور ده ما يكسبش، ده ما يتزعلش أصلا، ده ما ينفعش تزعله إن هو بيضحي بالطريقة دي، في تضحية وصبر من الطرفين. الخبر الحلو بإذن الله في غصون وقت، يعني الله أعلم، ما بحبش أدي وقت، إن فعلا بحس ساعتها إن أنا يعني دجالة. إن شاء الله في وقت قريب هيحصل القرب ده، هتقربوا من بعض وهتصفوا والمشاكل هتزول وحالة العناد دي هتروح الشمل هيتلم تاني. أهم حاجة التأييدة اللي أنت فاكر إن أنت متأيدها دي، لأ أنت مش متأيد خالص يا تور، أنت حر طليق، أنت حر نفسك وصوتك من دماغك على فكرة. والبورست ده الصديق أو القريب أو أيا كان الشخص اللي بيديلك النصايح دي، يعني اديله أجازة شوية بس كده، واقعد مع نفسك وشوف هتحس بإيه. كلامك حلو جدا، ميرسي يا مروم. ردي عليا فارس برج التور، ايه السؤال؟ فين السؤال؟ انا احط ايدي على السؤال. مش طبيعي كل صح، بشكرك يا لينا فعلا، ميرسي يا حبيبتي جدا، حبايبي انتوا. كلامك صح، اعمل ايه؟ انا اصحاب، هو محتار جدا اعمل ايه. ولا حاجه يا هبه، طلعي الناس اللي بيقولوا لك، يعني انت فكري بعقلك، مفيش حد ادرى بعلاقتك قدك، انت اكتر واحده عارفه شريكك وهو اكتر واحد يعرفك، ما تسمحوش لحد يعني يديكوا اراء وهو اصلا مش فاهم. فاهمين قصدي؟ طلعوا الناس دي، والله بيغرقوا اكتر ما بينفعوا. كده مع جوزي انا تور نيفين. لو القرايه منطبقه بليز اهدي شوية عليه، لأن جوزك شكله وحالته صعب، يعني تعب، خفي عليه شوية. العذراء هيتقال قريب جدا يا أحمد. حاضر، أوكي. عقرب، هو العقرب اتقال من فترة مش بعيدة يعني، فمعلش أنا هستنى شوية على العقرب لأن قرايته كانت لسه متقالة قريب، فقريب قريب برضو هنقوله بس لسه شوية وقت. هنقعد برضو انا واحمد ونشوف كده ايه الابراج اللي احنا قلناها، ونحاول برضو ان احنا نعيد ترتيبهم تاني عشان العقرب برضو ما يتقالش اخر برج زي الشهر اللي فات، عشان عارفه الموضوع ده اخر برج دايما هيزعل، بس هو لازم هيبقى في اخر برج، يعني امال هعمل، لازم يكون في نهايه. فعلا مكتفي جدا وعاطفي، في ضغط ووجع وبيعاند بوضوح للاسف. ليان بالراحه، عناده ما تقابليهوش بعناد من فضلك، حاولي، انا عارفه انه ساعات بيكون صعب علينا، لكن حاولي ما تقابليش عناده بعناد. ما تفهميش ليه، يعني احنا المفروض انه احنا اكثر عقلا واكثر يعني صبرنا اكتر، فيعني لو عندك طاقه وتقدري بليز ما تقابليش عناد وبعناد، سيبي عناد شويه. الله، لا الحمد لله لك. طيب يلا نشوف المجموعه الثالثه لبرج الثور. طيب قبل ما ابتدي بس معلش القرايه دي، انا في واحده بعت لها رساله من 3 ايام وقلت لها انت كسبتي القرايه المجانيه. بليز لو انت موجوده في اللايف ارجوكي ابعتي لي اي حاجه، لان انا في وسط اللبخه بتاعتي نسيت احط اسمك في اي حته، فعشان الاقيكي لازم يعني اجو ثرو حاجه لايك مثلا 600 مسج، فمعلش بليز لو سمعاني الدواء فيه سم قاتل، ارجوكي لو سمعاني ابعتي لي رساله على الصفحه عشان تطلعي فوق. انت قاعده معانا في البيت ولا يقسم بالله كل ده صح يا حبيبه، ربنا يخليكي، ميرسي ميرسي ميرسي. اوكي اخر مره قراءه المجموعه الثالثه برج الثور، قراءه الجنرال. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ثالثه صح، قراءه الجنرال. حلو الميوزك دي، نعليها شوية. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ اوكي خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاكلك كتير يا تور، ما فيش كلام،
اعباء شديده، بصوا مش قادر حتى يرفعها من على الارض اكتر منك، يعني الموضوع الحمل اكتر منك، فاهمين قصدي؟ فيعني ما تحملش نفسك زياده بقى، اقف على كده وحاول بقى حد ايه يشيل معاك، حد يشيل معاك حتى عصايه واحده، اي حاجه، حد يساعدك يعني. في قرار انت محتار تاخده لان في توابعه مش واضحه بالنسبه لك. نصيحه الكارت انه يعني شوف الاوبشنز، شوف الاوبشنز ايه، ما تتسرعش، جمع معلومات، جمع معلومات اكتر قبل ما تقوم بالقرار ده. اوكي، لو عملت ده يمكن، الله اعلم، يا رب اكون غلط، نتفادى الخساره دي. في خساره يا تور، يعني الله اعلم، يا رب اكون غلط، الخساره يعني، ولو كنت صح تيجي بحاجه ماديه وربنا يعوضها بسرعه ان شاء الله، بس ده في هم، في حزن، شايل هم. اوكي، في شويه ايه يعني كرب، يعني في حاجه مش كويسه، في حاجه مش كويسه. هم ده هيدي لك احساس بالخوف، في خوف وفي متكتف يعني، وخايف تاخد اي حركه، بس الحاله دي مش هتطول، don't worry، هتاخد الكنترول تاني. بصوا هو قائد العربة، هتاخد الكنترول تاني. انت كده يا تور، انت ما شاء الله عليك شخصيتك كده، انت ما بتطولش، ما بتعرفش تطول في مود، ما بتعرفش تطول في زعل، ما بتعرفش تطول في خناق، بتحب دايما تخلص مشاكلك بسرعة، مش هتقعد كتير في المود ده، هتمسك الكنترول تاني وهتنطلق تاني على طول ان شاء الله. في حاجة بقى هنا جاستس، ده حاجه من اتنين، يا اما انت في ظلم وقع عليك، يا اما وقع انت وقعته على حد، او في ورق بيخلص. خلينا ناخد سيناريو سيناريو، ظلم وقع عليك، فانت هتاخد قرار، ده اللي هيحصل بقى ان شاء الله بعد كده بالظلم ده، وهتاخد، هتسلك طريق تاني خالص بعيد، هتبتدي بدايه جديده خالص. انت وقعت الظلم ده على حد، ارجوك صلحه، دي ما دي حاجه بايدك انت بقى، يعني دي حاجه في ايدك انت، ارجوك حاول ان انت ترفع الظلم ده. لو هو ورق سفر، واعتقد ان هو ورق سفر لان واضح عندي هنا رحله طويله وفي سفر، وانت يعني لو عمال تفكر ها يا ترى ايه اللي هيحصل، يعني هيحصل ايه بعدين، طريق طويل طويل، سفره طويله، بس انت مدعوم من اللي حواليك، كله بيدعي لك بالتوفيق وكله واقف معاك، وطبعا اكيد ربنا معاك. طريق جديد خالص يعني، شكله كده سفر، بس قبليها تحتار حيرة طويلة، هتقعد شوية كتير بتفكر في القرار ده، اسافر ولا لا، او مش شرط ان هو يكون بالضرورة سفر، ممكن تكون سفر يعني بره مصر، ممكن تكون من محافظه لمحافظه، ما انت بتغير حياه، انت بتغير بيئه كامله، هتغير بيئه كامله. ممكن تكون بتغير شغل، في طريق جديد طويل هيتغير، بس قبليه زي ما قلت لك هيكون في حيره شديده. الورق ده اللي هيتم، لو كان ده ورث متاخر، يمكن يكون ورث، في حاله ماديه هتتطور جدا، ده بقى البوس، ده الكينج اوف بنتكلز، ده اقصى تطور مادي يعني ممكن يعدي على برج، اللي هو بقى اللي هو بوم، حاجه حلوه قوي قوي ان شاء الله. وكمان هتبتدي تساعد بقى، هتبتدي تطلع حاجات للناس وتساعد قرايبك اللي حواليك، اللي محتاج مساعده هتديله، اللي عنده مشكله هتساعده فيها، وطبعا زي ما انتم عارفين يعني كل ده بيترد بعدين، يعني كل حاجة هتساعد فيها حد دلوقتي هتترد لك بعدين. نلخص القراءة، الشيلة تقيلة يا تور، المسؤوليات كتير، شيل على قدك، ما تشيلش اكتر مما ينبغي. الخسارة اللي هتعدي بيها دي اديها وقتها، وانا عارفة انك انت مش هتطول، شوية خوف، شوية حسابات مع النفس كده، اللي انا عملته ده، وبعدين هتقود العربة تاني وهتطلع وهتندفع وهتمشي لطريق جديد، هتسلك طريق جديد خالص ان شاء الله، عملية تغيير جامد يعني. وزي ما قلنا الحالة المادية فيها تطور كويس جدا جدا جدا، ربنا يزيد ويبارك.
طيب حضره كده على جنب. اوكي طيب بص يا برج الثور، انا شايفه انه المرحله الثالثه في العلاقه مركزين اكتر على الحاله الماديه، حاله بقى ماديه، الحاله الاجتماعيه، عايزين ينهضوا ينهضوا، عايزين يعلوا، عايزين الحاله الماديه تكون احسن، عايزين الحاله الاجتماعيه تكون احسن، متطلعين لحاجه احسن. بس ده عامل لك ارهاق، عامل طاقه ارهاق ليك ولشريكك، اهو طاقه مستنفذه، مرهق، مرهقين انتوا الاثنين، زي ما تقولوا ايه، عمالين يعني بتجلدوا في بعض، او انت بتزقوا جامد، اعمل اكتر، لا اشتغل اكتر، عايزين ما اعرفش نعمل ايه، لا عايزين نعلى اكتر، عايزين مستوى احسن. ده اللي انا شايفاه، انه ده اللي انت عايزه. طالع بنتكلز كلها كوينز، يعني اهو شايف شريكك ازاي، شايفه برضو خير من ربنا، خير ربنا بعتهولك، يعني دي حاجة كده خير ربنا بعتهولك، وحاجة جت توازن حياتك، يعني هو زي ما تقول هو ادالك الميزان انه حياتك تكون فيها خير اكتر، الخير يكون اكتر، بيساعدك على الخير. شريكك عايز ايه؟ شريكك عايز يعني زي ما تقولوا مساعدة من حد، مساعدة من صديق او قريب او حد قريب منه، محتاج منه مساعدة، يمكن او لو حتى بالمشورة، يعني هو محتاج مساعدة حد، وده احساس على فكرة مش سهل ان حد يكون محتاج مساعدة حد. فلو انت السبب يا طور ضاغط عليه بالشكل ده، اللي هو لا اشتغل اكتر او اعمل حاجة، يعني ظبط الدنيا اللي مش عجباني دي، بالراحة عليه شوية، بالراحة شوية، نفسه في حالة حاجة تتغير، حاجة تتغير. يمكن بقى الحاجة اللي هتتغير دي ضغطك عليه، او بسبب اللي انت عايزه ده، يعني انت مش بتطلب حاجة وحشة، مش بتطلب حاجة غلط، بس الفكرة انه هو يعني شكله مش قادر، يعني هو ما عندوش اللي يقدمه لك دلوقتي، فهو نفسه في موت شيء، حاجة تموت ويحل محلها حاجة تانية، فأكيد اللي نفسه يموت ده شيء وحش. فإيه الشيء الوحش اللي أنا شايفاه؟ إنه أنت بتطلب حاجات كتير، عايز تعلي من مستواك، عايز عايز عايز، وهو مش قادر يلبي. خلينا نقلبها، لأن عايز وعايز دي أكيد ست بتطلب أكيد من راجل، لأن دي مسؤولية الراجل. فلنفرض إن الراجل هو البرج الثور. الراجل عايز إيه؟ ممكن يكون مثلا البنت برضو عايزها ترفع من مستواها بشكل ما، يمكن هي تكون اقل منه في حاجه، عايزها لا اطلعي علي من مستواكي، عايزك مثلا تلبسي بطريقه احسن، عايزك تتكلمي بطريقه احسن، الحاجات دي، فاهم قصدي؟ اللي هو ايه، تعلي من المستوى بتاعها، وهي مش عارفه، مش عارفه تجاري، يعني بالراحه عليها، بالراحه شويه، الحاجات بتتصلح بالراحه. شريكك شايفك ازاي يا تور، يا برج الثور، سوري، شريكك شايفك محتار، محتار، يعني مش عارف تعمل ايه، هل مش عارف تكمل ولا لا في العلاقه، هل انت في حاله دلوقتي يعني وصلت للادج وعلى وشك تاخد قرار اكمل او لا، ولا انت محتار في العادي؟ انا اللي انا اعرفه ان برج الثور مش محتار خالص، برج الثور عارف هو عايز ايه وبيعمله على طول، بالعكس مندفع في تصرفاته، يعني بيعمل حاجه وبعدين يفكر، فما اعتقدش عندك الحيره دي، فشكلك على وشك تاخد قرار، فبليز نتأنى. طيب في هنا هتجيلنا فرص، فرص يعني ايه؟ يعني فرص نحسن حالتنا الماديه، ارجوك الراجل يعني او ايا كان المسؤول عن الحاله الماديه، انت هتعرف تنتهز الفرصه دي وتشغلها لصالحك ان شاء الله. كارت الساحر فيه فرص كتيره جدا، ولو على البنت برضو نفس الحكايه، عندك فرص كتير جدا انك انت برضو تطلعي وتوصلي للحاجه اللي شريكك عايزك توصلي لها. في هروب من شيء، هروب من مواجهه،
يمكن يكون حد زعل حد منكم انتوا وبين بعض، يعني الشريك وشريكه، ففي حالة هروب، بتهربوا مش عايزين تواجهوا المشكلة دي. وساعات على فكرة بيكون ده قرار عاقل جدا انكم انتوا ما تواجهوش دلوقتي، يعني لو مشكلة ملهاش لازمة عديها وخلاص، وايه وهي هتتصلح مع نفسها، وفعلا ان شاء الله تتصلح مع نفسها في نجاح. يعني ان شاء الله الحالة المادية اللي برج التور عايزها، او الحالة الاجتماعية اللي برج التور عايزها، شريكه هيوصلها ان شاء الله، او هو هيوصلها. ففي حالة نجاح رضا، وحالة بقى ايه اللي هو ايه، فخر، مفتخر بنفسك، فخور بنفسك، والناس اللي حواليك كمان بيهنوك ومفتخرين بنجاحك، وفي مجالات كتير جدا مش في العلاقة بس، نجاح في كذا حاجة، على المادية وفي الاجتماعية وفي العمل وفي كل حاجة ان شاء الله. The World، كارت العالم ده برضو من الكروت الميجر، من الكروت الأساسية، وكارت قوي جدا العالم ده. قراية برضو حلوة، التور، برج التور، أرجوك بالراحة شوية على شريكك، بلاش تضغط عليه زيادة، طالما هو شايفه بيعمل مجهود، بليز ما تضغطش عليه.